خلونا نشوف الجمهور زي ما انتوا شفتوا يعني معظم عادتنا دي ضحك، فخلونا بقى نشوف الجمهور نفسه قال ايه. احنا طلعنا سألناهم بقى من وراهم في يوم مؤخر للعرض، روحنا سألناهم يا ترى رأيهم ايه في ابو العربي في ميشن امبوسيبل. مسرحية حلوة قوي، استاذ هاني عامل دور رائع، وده المتوقعين دايما من استاذ هاني رمزي يعني، وما شاء الله كلهم واستاذة داليا البحيري واحمد فتحي ده عشي. والله المسرحية جميلة جدا، مضحكة كوميدية، القصة اللي هي بتحكي عنها جميلة، لذيذة جدا. بقالنا مدة ما رحناش مسرحيات، فلا لذيذة يعني، مبسوطة يعني. فنان رمزي بيضحك العيال طبعا، ومحتاجين يجوا هم من فترة. المسرحية كلها كانت حلوة جدا، ودي أول مرة أدخل مسرحية، وبالذات ميمس كان بيضحك جدا. أنا محظوظ أني قدرت أحضر المسرحية، جميلة جدا بصراحة.